عايز اسال حضرتك سؤال برضو مهم في مصطفى محمد، لان ده متعلق بمصيره عموما في الكوره، مش يعني الناس اللي بتبص تحت رجليها جالاتا سراي او الطريقه، او اصل هو بقى نفس الاسلوب. لان انا فاكر الازمه اللي اثرها مصطفى محمد ووالده وقت ما كان طبعا لجنتكو هي اللي موجوده علشان يتم الموافقة على الاحتراف أو ما قبل دوت، ورفضوا للتمديد. هو مصطفى محمد، أنا خليني هأثر عليك المسافة يا إسلام، والأول مرة أنا هخرج عن اللياقة في وصف حد. أنا قاعد أوصف مصطفى محمد في اللحظة دي وأنا دمودي مرتاح إنه ابن عقل نادي الزمالك لسببين. السبب الأولاني، هو ضغط كل الضغوط الممكنة عشان يمشي من نادي الزمالك. امتنع عن التدريب، امتنع عن التدريب. تمارد. واحنا وقفنا جنبه. صفقة سانت تيان ما كانتش في مصلحة نادي الزمالك لأن فلوسها كانت قليلة. ولما فشلت، لما الوكيل بتاعه ادعى إن في حد عايز ياخد فلوس، واحنا أصرينا بقفل باب التفاوض لحين إعلان نائب رئيس النادي، أو سوري نائب رئيس النادي هو مش الوكيل عشان ابقى اكون دقيق، واصرينا ان احنا ما ندفعوش معاهم غير لما يصفحوا عن مين اللي طلب منهم فلوس، ووقفنا الصفقه تماما والصفقه باظت، برضه ما انتظمش في التدريب، ونادي الزمالك هو من تعب ان هو يجيب له عرض وساف. كان يجب على مصطفى محمد اللي نادي الزمالك بناه، هو قال انا جبت لنادي الزمالك فلوس، لا انا اسف، انت اخدت من نادي الزمالك فلوس، انت كنت لعيب ناشئ، جيت اختبارات النادي والنادي اللي احتضنك وعملك لعيب كوره ووصلك للمنتخب وخرجك اكتر من اعاره عشان ما تقعدش على الدكه وتفضي، وكمان نادي الزمالك ساهم بجميع. استاذ ابراهيم، طب نحاول وضعات بره. كان يجب عليك لما يبقى عندك خلاف مع نادي جلطة فراي، بدل ما ترفع سماعة التليفون على حسين لبيب وتقول له من فضلك وافقوا او ابعتوا للنادي التركي ان انتم موافقين على تفعيل عقد الشراء، بند الشراء، وتاخدوا الفلوس متأخرة، كنت تقول له لا انا عندي مشكلة مع نادي جلطة فراي، ومن فضلك لو نادي جلطة فراي طلب منك ان انت تأجل يفعل بند الشراء ارفضه، عشان اعار من نادي الزمالك لبوردو الفرنسي والزمالك يستفيد بالفلوس. ده لو كان ابن نبيل، لكن هو ابن عقل لنادي الزمالك. ولذلك هو هيعاقب في حياته الرياضيه. الانتماء يا اسلام، يعني خلينا اقول لك معلش، الانتماء الاساسي هو سبب النجاح. مفيش لعيب بينتمي لناديه ويفشل. طارق حامد جاله من سنتين اكتر من ضعف اللي بياخده نادي الزمالك، ورفض وتحدى الجميع وقال انا هكمل في الزمالك. طارق حامد رقم واحد في مصر. جاله كام يا استاذ ابراهيم؟ لا دي كان من فتره وكانت معلنه، وانت أيوة من الناس اللي اعلنتها. ماشي، بس برضه انت حضرتك يعني لما تقول تفكر الناس ده مهم. لا انا مش فاكر، بس 30 مليون، وهو كان بياخد اقل من كده بكتير في نادي الزمالك. حسني عبد ربه، انت عارف ان كل مره كان بيعار فيها لازم يعار من النادي الاسماعيلي. الى الان حسني عبد ربه ابن نادي الاسماعيلي البار وابن الاسماعيلي. لا هو كمان ما يعني ما تنساش الظاهره المهمه محمد عبد الشافي، يعني برضه لما محمد عبد الشافي وجنس اللي خد السنه دي فلوسه، ولما عرف ان النادي مزنوق رجع الشيكات لنادي الزمالك وقال ادوها للعيبه تستحق، انا ممكن ما يبقاش عندي ازمه ماليه. وشيكابالا كابتن الفرقه التاريخي اللي اكتر لعيب تم التنمر عليه في مصر، وداخل يتاخد عقوبه ساذجه زي العقوبه اللي اتوقعت عليه، اللي بيلعب في نادي الزمالك من غير فلوس، والى اللحظه اللي احنا فيها شيكابالا لم يتقدم الليمن من العقد اللي وقعه. دي لعيبه منتميه، عشان كده الجماهير بتعشقها وبتشيلها وعمرها ثواني برضو، عشان انت بتقول كلام مهم يا استاذ ابراهيم جدا، يعني انا كلامي كله هل دي حقيقه.